السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه خاصه بذوي الشهداء والجرحى القوات الامنيه. هناك غضب كبير لهذه الشريحه، لهؤلاء المستفيدين من مجموعه قوانين وللاسف الكثير منها معطله. اليوم راح نسلط الضوء على هذا الموضوع اللي يخص عدد كبير جدا من أبناء الشعب العراقي. قدموا تضحيات من 2003 إلى الآن، وخاصة حرب الشعب العراقي أمام داعش وسقوط الكثير من الشهداء، إن كان في الحشد الشعبي المقدس أو قوات الأمنية بكافة أصنافها، وكذلك وجد هناك جرحى في المعارك لم يستحصل إلى الآن على حقوقهم. اليوم معنا ضيف عزيز على البرنامج وعلى قناة الأيام. هذا الرجل هو الداينامو أو المحرك الأساس لتنفيذ أو تحريك المياه الراكدة لهذه القوانين المعطلة. الضيف الأستاذ علي محمد حيال، نائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ علي. حياك الله أستاذ حازم، وكذلك قناتكم الكريمة المجاهدة قناة الأيام. الله يحفظكم وعظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام. السلام الله على زين العابدين عليه السلام، سيدي ومولاي. أحسنتم، شكرا جزيلا. الله يسلمك أستاذ علي. راح نبدأ أولا نعرف بعملكم بالبداية. احنا كمنظمة مجتمع مدني انبثقت هذه المنظمة المؤسسة من صلب المعاناة نتيجة الأعمال الإرهابية بعد سقوط الصنم من 2003 إلى يومنا هذا. لأن هذه الشريحة التي تصدت للقاعدة والإرهاب وداعش أعطت ما أعطى الشعب العراقي من أروع التضحيات، وكل العالم شهدت له بالتضحيات والمحاربة داعش الإرهابي اللي حارب العراق نيابة عن العالم صورة عامة. العراق اللي حارب أعتى قوة عالمية حاولت أن تدخل الأرض العراقية وتدخل من بعدها دول الجوار، ولكن الحمد لله والشكر بتضحيات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي الذين أعطوا أروع التضحيات. فانبثقت هذه المؤسسة من سنة 2007 وإلى يومنا هذا نطالب بحقوق الشرائح الشهداء وجرح القوات الأمنية وكذلك المدنيين، والحمد لله والشكر توفقنا بإقرار قانون رقم 20 سنة 2009 وتعديله، وكذلك أضافة شهداء الحشد الشعبي على مؤسسة الشهداء، وأضافة جرح القوات الأمنية والحشد الشعبي على قانون 57 لإعطائهم الحقوق والامتيازات بين قانون 57 والقوانين الأخرى اللي خاصة بالدفاع واللي خاصة بالداخلية كذلك. والحمد لله والشكر الآن ساعين على تفعيل هذه القوانين، كون هذه القوانين اللي تهتم وتعطي حقوق هاي الناس اللي ضحت للوطن، لولاها ما كنا اليوم قاعدين صح. ونتكلم ونحكي، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجودي. فاليوم واجب علينا وعلى كل إنسان عراقي شارب من ماي دجلة والفرات أن يعطي حقوق هذه الشريحة المضحية اللي بتضحياتهم واللي بدمائهم. اليوم احنا دا نقعد ونتحرك والحمد لله والشكر نروح ونزور وبركة هذه الدماء الطاهرة إن شاء الله. أحسنتم أستاذ علي، يعني مثل ما ذكرت بأنه العراقي يقدم تضحية دون الآخرين، هو دائما مدافع الأول، وهذا يذكرنا من ثورة العشرين وأحسن الله لكم و48 حرب ال48، ولا لأن العراق هو دائما أول المضحين وللأسف آخر المستفيدين. لكن هو يعني بعين الله أعتقد دائما هو يعني يبقى العراق رمز مهم في المنطقة وفي العالم أيضا. لكن نبقى نسلط الضوء على موضوع هذا الحلقة أستاذ علي. أولا دا أشوف عندك بتر بالإيد اليسرى، شنو هذا البتر والحرق؟ الحمد لله شكرا. هذا البتر اللي رحت سبحان الله أنقذ إنسان اللي هو سبحان الله صار انفجار منطقة الشعلة تاريخ 24/4/2005، فصار انفجار سيارة مفخخة، فبادرنا أنا والإخوان أن ننقذ نسعف الإخوان اللي راحوا ضحية الانفجار الأول. فرحنا سبحان الله نشيل الشهداء والجرحى، أثناء نقلي للإنسان اللي نقذته سبحان الله هو نقذ حياتي. هذا الإنسان من رحت أشيله
واخليه بالسياره صار انفجار سياره ثانيه. لا لا. هاي السياره الثانيه من صار الانفجار مالتها قريب عني حوالي 6 مترات او 5 مترات. فصار الانفجار الثاني، سبحان الله راس الطفل راح كله وي ايدي بطل. لا اله الا الله. الراس هنا والحمد لله وشكر الايد راحت، لكن الحمد لله وشكر اعطيناها للوطن ما راحت لشيء. لان احنا ناس نحب وطننا ونحب تراب ارضنا. وهاي الايد راحت لكن الحمد لله وشكر بقت الثانيه اللي ندافع بها عن حقوق هؤلاء الناس الضحايا اللي راحت نتيجه دناءه الارهابيين ودناءتهم. يعني شوف شلون، يعني سبحان الله، يعني اللي جثه الشهيد الميت يخلوا لك عليها عبوات او يخلوا لها شيء. الانسان من يروح يفزع يريد يشيل هذا الانسان الميت، اذا هذا الانسان الميت يروح الى اشلاء مقطعه ويقتل مره ثانيه. فهي دناءة الارهاب، بنشوف اكو انفجار اول صار انفجار ثاني يجي حزام ثاني. صح. فهي دناءة هؤلاء الارهابيين وخستهم ونذالتهم اجلك الله. لان احنا ناس بلد يحب التضحيه. اللي تحدى النظام البائد وزمر النظام البائد وتهجر واجى للعراق مدافعا عن العراقيين، مدافعا عن ناسه ووطنه، وسبحان الله اللي ختمها بالشهاده سيد الشهيد محمد باقر الحكيم رحمه الله على روحه. اللي الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المكان وبالمكان الطاهر لأمير المؤمنين سلام الله عليه شهيد المحراب أن ينال هذه الشهادة اللي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. فنحن الحمد لله وشكر سائرين على هذا الطريق لأن طريق حق. والحمد لله وشكر يسلك هذا الطريق الله سبحانه وتعالى يوفقه، ما طول نحن ماشيين على طريق الحق مو على طريق باطل. ألسنا على الحق؟ قول الإمام الحسين سلام الله عليه. احنا ما طولنا ماشيين على طريق الحق، من خاف ولا نهتم، لان طريق الحق طريق جهاد، طريق تضحيه. ولكن اللي يحزننا حقيقه واللي يؤلمنا ان ترك هذه الشريحه الكبيره يعني بدون اي حقوق او اعطائها حقوقها القانونيه. يعني اليوم احنا عندنا نشوف الارهابي اللي فجرك واللي قتلك واللي يطلع بالاعلام يحكي الجرائم مالته وتصدر عليه مذكرات اعدام، واللي فجر مجمع الليث بالكراده وغيره، واللي اثبتت جرائمهم بالدليل القاطع بالسجون المكرمين. صح. معززين مدللين، بينما تصرف عليهم اموال اكثر ما تصرف على مؤسسه الشهداء. صح. صح. اجمع الاموال اللي تصرف على السجناء وقارنها بين مؤسسه الشهداء، شوف الاموال اكثر منه اللي جاء تصرف. ولحد الان حتى اعضاء برلمان ومسؤولي احزاب ما زالوا يدافعون عن هؤلاء المجرمين، وهي طبعا للمزايدات السياسيه بالتالي. نعم، هي مزايدات سياسيه وتبجحون بكلمه العفو العام والمغيبين والمغيبين المغيبين عن من اهل غيبهم. مع احتراماتنا للمضحين، يعني اليوم انا اعرف ناس اعطى الدماء واروع التضحيات مع القوات الامنيه ومع الحشد الشعبي، والى يومك هذا لم يتم اعطائهم حقوقهم. لا لا. ولدي الدليل بالقاطع كيف يحاربون داعش والقاعده واستشهدوا وصابوا مع اخوانهم القوات الامنيه، لكن مع شديد الاسف يحاربون. بينما وجدنا من قتل الشعب العراقي وزور ياخذ حقوق هاي الناس. مع كل اسف اتكلمهم بكل صراحه. شو المعوقات استاذ علي؟ هسه نتحدث انطينا صوره عامه للموضوع، لكن اكو معوقات، تتحدث عن معوقات. نعم نعم. شنو هالمعوقات؟ انا اليوم المجلس النواب العراقي يشرع لك قانون وينشر مجله الوقائع العراقيه ويصادق عليه رئيس الجمهورية يعتبر نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. للأسف الشديد تزرع لك الألغام والقنابل في هذه القوانين. نصوص واضحة وصريحة، يعني مو فضفاض النصوص. لا لا لا، نصوص واضحة وصريحة، لا جدال لا اجتهاد بموضع النص. النص قانون. صح. للأسف الشديد ما وجدناه من تلاعب بالحقوق، ما وجدناه من تعمد بالحقوق وإهانة واستخفاف بشريحة الشهداء والمضحين. يقول انا مو زين اعطيك راتب. كلام مسؤول كبير كان انا ذاك في هيئه التقاعد الوطنيه، يعني متفضل المدير السابق هذا الجبوري. يقول انا مو زين اعطيكم راتب، ما اعطيكم مكافئات نهايه خدمه وظاهرنا وخلينا خير من باب التقاعد. يقصد الشهداء؟ اي نعم، الشهداء القوات الامنيه. اي نعم نعم. وقدام المنع مع الاسف الحمد لله والشكر قدرنا مع الضغط الحمد لله صرفوا مكافأة الخدمة، لكن للأسف الشديد تم تلاعب بها. صرفوا من 2014 ما صرفوا من 2013 فضادون. يعني العراقيين احنا اللي يضحى على الساتر نفسيتهم اخوان. يعني اليوم انا واخوي
بال 2005 صوبنا بحادث ارهابي، انا طلعت تقاعد بال 2015، صديقي طلع تقاعد بال 2013. هذا اخذ ذاك ما اخذ، هذا خلاف القانون. نقرا القوانين مالتنا ونقرا الحقوق مالتنا والامتيازات مالتنا. انا اتمنى من القائد العام القوات المسلحه والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن سياده الفريق عبد الكريم عبد الحسن وجر ان يتابع هذا الموضوع شخصيا، وعدنا على وعدنا وصلنا له هاي المعلومات ولحد الان معطله. عندنا الماده 55 قانون قوى الامن الداخلي وماده 54 الشهيد والجريح المصاب بالعوق الكلي يعطى الراتب التقاعدي زائدا 50%. هذه الماده لا تم الغائها او تعديلها، تم تعديل القانون الفقره اولا، تم احتساب الراتب التقاعدي على راتب اقرانه اسوه بالخدمه. اخر راتب، اخر راتب زائدا 50%. صار التلاعب بالقوانين، صار تحرك على السيد وزير الداخلي انا ذاك السيد السيد قاسم العرجي تحياتنا له، نزلنا كتاب المجلس الدولي، مجلس الدوله ايدنا مشكورا، مجلس شورى الدوله قال الماده غير ملغاه وغير ولا ويجب على هيئه التقاعد الوطنيه تطبيقها. وبكت الاستاذ احمد عبد الجليل سوى كتاب للامانه العامه اجى يطبقها، صارت الامور تغير، مدير التقاعد اجى اياد محمود ما طبق الماده وتعمد بتعطيله، تعمد حتى يعني على المادتين يعني 54 المادة 54 و55 54 55 معطله لحد الان، معطله لحد الان، هي صادره مشرعه وصوت عليها والقانون نافذ من التاريخ نفاذه واضح، لكن للاسف قلت لك الاجتهادات موضع النص. صار عندنا لقاء مع السيد استاذ ماهر رشيد مدير هيئه التقاعد الوطنيه تحياتنا له، طيت الكتب قال هاي واجبه التطبيق لان هاي ماده غير ملغاه، فتكلم مع مدير الدائره القانونيه في هيئه التقاعد الوطنيه وعقد اجتماع بين وزاره الداخليه هيئه بين وزاره الداخليه ومدير الدائره القانونيه والاقسام التابعه لها، فصار الحديث ولحد الان يعني منتظرين من سيد مدير هيئه التقاعد الوطنيه بشرى وتفعيل هذا الحق لذوي الشهداء والجرحى الابطال اللي ضحوا للوطن. يعني اليوم انا ابخس حق شريحه وهذا اللي يعطل حقوق الشهداء والجرحى، يعني ظلم، هذا جحاف بحقهم. الحمد لله شكر اموال موجوده كل شيء موجود، لكن مع الاسف قله الاراده، وان شاء الله احنا نتمنى من مدير التقاعد تغيير هذه السياسات والاجتهاد بموضع النصر. متفاعل وياكم ان شاء الله، متفاعل ويانا لانه هو من الشهداء، هو من صلب المعاناه، هو من ذوي الشهداء. فاليوم ان شاء الله نتامل بخير بتفعيل حقوق الشهداء والجرحى ومعاقبه من يعرقل هذه القوانين. قانون ينص معاقبته؟ نعم، عندنا قانون تخليد التضحيه رقم 1/8/2017. نص هذا القانون في المادة 8 يعاقب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أساء استخدام السلطة أو منصب المنصب وعدم تفعيل القوانين الخاصة يعاقب حسب قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969 حسب المادة 340 341 الحبس الشديد أو طرد من الوظيفة. احنا اليوم الواجب على هيئة التقاعد الوطنية إن شاء الله هاي الأيام كنت تباشر بتفعيل هذا الموضوع، لأن الموضوع يهتم بشريحة أعطت الضحايا اللي يحضر لإرهابي ويروح أشلاء مقطع وتبقى عائلته امتاني هذا الراتب اللي مع الأسف صار راتب رعاية اجتماعية، صار راتب رعاية يتوزع على العائلة، صار راتب رعاية اجتماعية توزع على العائلة. قدر إذا العائلة 7 نفرات أو 8 نفرات وعنده أب وعنده أم، أي بالتأكيد هذا راتب راح يصير، راح يصير رعاية اجتماعية وأقل من الرعاية الاجتماعية. واضح. فاليوم ليش القانون أعطى زيادة 50%؟ قانون واضح وتكريم التضحية أثناء القيام بالواجب. أنا اليوم الإنسان، هذا الإنسان اللي واقف على الساتر وبهذا الحر ولازم الحدود ومضحي ومعطي أروع التضحيات، يجب إنصاف. وكذلك شريحة مهمة ما أقدر أنساها، شهداء وجرح الحيز الشعبي، يجب إعطائهم الراتب الكلي أسوة بأقرانهم اللي بالخدمة. اليوم أقرانهم بالخدمة إيش قد يأخذون؟ 1/400 و1/300. يجب اعطاء الشهيد والجريح المحال على التقاعد، لان عندنا امرين بالاحاله على التقاعد استاذ حازم اريد اوضحها لاخوان الجرحى. اكو امر انا قدمت للتقاعد بناء على طلبي، حسب طلبك انا قدمت طلب التقاعد بناء على طلبي اريد اطلع تقاعد، واكو امر لا القانون طلعني، قانون العجز الصحي، قانون اللياقه الصحيه لا يصلح للخدمه للنسب. مده العجز دائميه، واضح، مو تعطيني على الماده 12 على غير موظف تعطيني 800، لا، راتبي راتب اقراني. ايش قد راتب اقراني؟ هذا القانون يقول قانون اعطى للشهيد الشهيد راتب اقرانه حسب قانون مؤسسه الشهداء، الشهداء
على قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 مادة 11 يعطي الشهيد راتب أقرانه المستمرين في الخدمة. هذا مفعل ولا مو مفعل؟ هذا ما مفعل بالهيئة، وهذا أمر تحت أنظار السيد مدير هيئة التقاعد الوطنية أستاذ ماهر تابع هذا الموضوع وتفعيله. هو يجي الوحيد اللي تفعله؟ نعم، هي اختصاص هيئة التقاعد الوطنية. يجب إرسال كتاب إلى هيئة الحج الشعبي بتزويدهم بقائمة بقوائم الرواتب التي تعطى للحج الشعبي. بس عفوا، أنا أعرف دائرة الهيئة التقاعد الوطنية جهة تنفيذية. هي جهة تنفيذية اللي يطبق القانون. اي يعني القانون عندها قانون واحد للتقاعد. اي ما طبقت هذه الماده مال الشهداء يعطون راتب اقرانهم اللي بالخدمه، والجريح المحال التقاعد انا اكون نسبه عدد 60. من يحاسبها؟ اكو قانون يحاسب. ليش ما تفعلون هذا القانون؟ احنا هاي جايين نتابع، ينفذون. احنا جايين نتابعه، عندنا رئيس هيئه التقاعد الوطنيه انسان ان شاء الله فاتح بابه ومتابع لهذا الموضوع، لان هذا موضوع اكو جهه رقابيه، دور مجلس النواب، دور لجنة الأمن والدفاع، دور لجنة الشهداء والضحايا تابع هذه المواضيع. احنا اثناء يعني وعندنا موضوع اخر مهم جدا، هو موضوع التعليمات. انا ذاك ساهمت معنا مؤسسة الشهداء مشكورة باصدار التعليمات، لان حسب قانون رقم 2 سنة 2020 التعديل الثاني لهيئة التقاعد الوطني ومؤسسة الشهداء اصدار التعليمات الخاصة بقانون ضحايا الارهاب. أصدرت التعليمات وتم التوقيع، طلعنا مظاهرات سنتين، التعليمات معطلة في هيئة التقاعد الوطنية. تم الذهاب إلى مشكور أستاذ مدير الدائرة القانونية أستاذ محمد حمزة مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، تم التوقيع على التعليمات وإرسالها إلى مؤسسة الشهداء. مؤسسة الشهداء أرسلت إلى مجلس الدولة. مجلس الدولة أراد عنوان تعديل التعليمات، سووا محضر، دزوا كتاب الى مدير التقاعد السابق محضر، من تشهر ما يحضر ما يدز ممثل القانونيه. مؤسسه الشهداء ترسل كتب وماكو نتيجه. بعد ما تم تغيير مدير هيئه التقاعد الوطنيه استاذ ماهر خلال شهرين كملت التعليمات، دزوها لمؤسسه الشهداء. مؤسسه الشهداء دزتها الى مجلس الدوله، والان التعليمات في مجلس الدوله. ومن هذا المنبر، منبر قناه الايام وباسم الشهداء والجرحى، نناشد الاسراع بإصدار التعليمات اللي تخص الشهداء والجرحى، وبهاي التعليمات تثبيت مادتين مهمتين، لأن حتى ما يصير جهة اجتهاد صح وجدال بموضوع النص هي مكافأة الخدمة وحق الجمع. هذا أمر قانوني، لأن مع الأسف صار اجتهاد وجدال بموضوع النص، يعني شهيد أطي وشهيد ماطي وكلاهما في قانون واحد، والقانون يسري من 20/3/2003، يعني كلم العاقل بما يعقل. صح. فلا صدق فلا عقل له، لأن القانون يقول يسري هذا القانون من 20/3/2003، لأن الشهيد من استشهد الحج الشعبي ما عنده خدمة يوم واحد. تمام. شال سلاح حق خالته الغيرة، ما حامل سلاح ولا شايل سلاح، باع الموبايل مالته أو باع سيارته أو باع محبس زوجته، والله يعني هاي القصص موجودة. راح شال سلاح وراح استشهد وما عنده مكافأة. فالحمد لله وشكرت في التعديل في قانون لجنة الشهداء والضحايا، أن ذاك كان عبد الله النائل رئيس اللجنة، رفعنا له هذا المقترح مشكورا، وتم وضع هذه التعليمة في القانون، وتم إعطائهم مكافأة الخدمة الذين لم يستلموا مكافأة نهاية الخدمة. يعني نص واضح وصريح، لا جدال لا اجتهاد بموضوع النص. جيد. يعني أسأل اللي سمعك أستاذ علي، حافظ قوانين وتعديلاتها، وحافظ بالأسماء المسؤولين وتنقلاتهم، ومن متعاون ومن لم يتعاون، أقول لك شنو المستفاد هسه أستاذ علي من هذا الموضوع؟ الحمد لله والشكر، احنا ما طولنا نسعى في طريق الناس اللي ضحت، لان هاي الايد اللي اعطيتها لاجل الوطن، وهاي الايد بقت، هاي الايد تهددت بالبتر، فسبحان الله اشاء الله سبحانه وتعالى واخذت نذر على نفسي ان اخدم بها الناس ما اريدها الي، فسبحان الله هاي نذرتها ذوي الشهداء والجرحى، فسبحان الله الله وفقنا لخدمة هاي الناس، لأن هاي الخدمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. خدمة الناس، لأن قول الإمام الحسين عليه السلام يقول إن أفضل النعم الله عليك هي حاجة الناس إليك. فالحمد لله وشكر ما طولنا نسعى إلى خدمة من ضحى لأجل الوطن وأعطى أعز ما يملك. عيب علينا نخلي عائلة أو زوجة شهيد أو جريح مصاب ومعاق يناشد يطالب عن حقه، وبدم إحنا اليوم قاعدين بدمائهم، والله أخجل وأستحي من نفسي
من أشوف زوجة شهيد أو جريح تناشد على حقها أو عدم إعطاهم حقوقهم القانونية والدستورية، من الأولى اليوم؟ هاي الأموال المكدسة اللي راحت بيد سراق أعطيها بيد السراق أو أعطيها إلى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا؟ أحسنتم. أكو حالة من الحالات يعني لحد الآن ما مستلمي راتب ومستشهد قبل فترة، يعني أنت ذكرت قضية هذا الرجل اللي حضن الإرهاب وتفجر وياه، يعني لحد الآن ما مستلم حقوقه؟ هذا الشهيد الله يرحمه شهيد عماد يداوم بالمحكمة ديالى الله يرحمه الرحمة الواسعة. هذا الشهيد عائلته كرهت التضحية، أتكلمها بكل صراحة. في لقائنا مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قالت له أنا زوجي راح للموت، مو الموت جاله، زوجي راح للموت وحضن إرهابي ومع الأسف ما اعطيتونا مكافأة نهاية الخدمة. ايش قد عنده خدمة؟ عنده خدمة 23 سنة. خلي يسمعون، 23 سنة عنده خدمة. وش وقت حاله للتقاعد؟ بال 2013. هذا يومك ما مستلمه مكافأة نهاية الخدمة. خلي يدققون بالمعاملة، هذا رقم الهوية التقاعد موجود، خلي يدقق أستاذ ماهر مدير هيئة التقاعد الوطنية. شنو السبب؟ قلت لهم أنت مش وقت تطونه، لأن أنا ذاك ما يحيلون للتقاعد، لأن الراتب كان طويل. راتب الشهيد 200 ألف أو 100 ألف. فبكتها مشكورين السادة الوزراء السابقين ما حالهم للتقاعد، إلا تم تعديل قانون صار وحالهم للتقاعد. من حالهم للتقاعد، القانون الأول كان يعطي على الراتب الإسمي، ما يعطي على الراتب الكلي. طلعنا مظاهرات، احنا قضينا حياتنا كلها مظاهرات أستاذ حازم، والله قضيناها كلها مظاهرات. فقدرنا أن نعدل القانون، صار راتب أقرانه زائد 50%، طبقوا الأولى اللي هي زائد أقرانه، بقت 50%. إن كان الإنسان الشريف ابن الشهداء يطبق هذه المادة. احنا اليوم كثير من أخواننا الشهداء والجرحى بخصوص هذه المكافأة اللي هي واجب الدولة، واجب الدولة، واجب الدولة. هذا إنسان اعتبرت له خدمة، حتى إذا كان ما عنده خدمة حسبوا له خدمة 15 سنة. هاي بالقانون موجود، هاي موجودة بالقانون. هسه شلون أنت تعطي من 1/1/2014 وتصرف له الذين لأن أحسنت هسه أنت رجل مو قانون. يعني القانون مع الأسف اللي يفسر القانون اللي يجتهد بالقانون اجتهاد شخصي نفسه، أنت اليوم من أعطيت هوية التقاعد اعتبرت له عنده خدمة، ما توصل عنده خدمة 15 سنة حسب قانونه المادة 45 اللي عنده خدمة 15 سنة تصرف له مكافأة نهاية خدمة راتب التقاعد فمضروب في 12. سمعت قبل أيام يعني التقاعد بدأ يصرف. نعم نعم بالآلاف يعني. أتكلمها بكل صراحة أمانة، أي أمانة الله، هاي جهود مدير هيئة التقاعد الوطنية. كان سابق الموظف المدني ما يصرف ولا يطردونه من الباب، صح ينطرد من الباب، الله شاهد ورسول. مدير أياد محمود يطرده من الباب، اطلع برا مالك، خاصة الموظفين المدنيين والجرح. فتم الحمد لله والشكر صرف لهم وجبات، وإن شاء الله هاي الأيام راح تخلص وجباتهم، يبقون شريحة من 2013 لحد 2003. هاي الناس لهم حق، لهم حق، ولا شهداء وعددهم قليل، يعني اليوم عددهم قليلة. واجب صح. واجب علينا نضم الجراحات هؤلاء. من المشمولين بالبدل النقدي وقطع الأراضي؟ المشمولين في البدل النقدي وقطع الأراضي المشمولين في قانون مؤسسة الشهداء قانون رقم 2، قانون ضحايا الإرهاب رقم 20/2009 المعدل، هم الشهداء والجرحى والمخطوفين والمفقودين والأخطاء العسكرية، هؤلاء المشمولين في قانون البدل النقدي اللي الآن بدأت مؤسسة الشهداء بعد تشريع القانون سنة 2016 إلى سنة 2022 بعد ما طالوا في قانون الأمن الغذائي وضع أموال للبدل النقدي، لأن تعرف حضرتك بس مو كافية. أنا سألت الأستاذ عبد الله النايلي قال هاي الأموال، حتى الأموال اللي رصدت ما أدري 3 مليار أو فتشي يعني أو 300 يقول هاي ما راح تكفي، يقول هسه ننتظر الموازنة. هسه الموازنة نزلت التعليمات، الموازنة لكن للأسف الشديد همتين ما تم تخصيص المبالغ الكافية. أستاذ حازم احنا القانون شو يقول؟ إعطاء وحدة سكنية أو شقة أو قطعة أرض أو بدل نقدي في حال تعذر اثنين ثلاثة إعطائه بدل النقدي اللي هو جيد 50 50 مليون اللي ما بها قيمة شرائية، صح ما بها اليوم 50 مليون شو تجيب لك؟ صح وين تجيب لك قطعة أرض؟ تجيب قطعة ولا خبر ولا تجيب لك وحدة سكنية، هذا مجمع بس ما قلنا لهم أعطوا ذوي الشهداء شقة وخلي يقعدون بها، هذا حق. للأسف الشديد حتى هاي الخمسة اللي صار التوزيع على 10 ملايين، أنا بيني وبين نفسي قلت العوائل الشهداء لا تستلموها
شيء أمانة الله ورسوله. لأن إذا تتوزع على العائلة ما راح يستفاد من هذا الشيء. 10 ملايين شو سوي 10 ملايين؟ إحنا نريد أطواء هذا الملف مثل ما أطوينا ملف الكويت تعويضاتهم 5%. إحنا اليوم واجب على الدولة تخصص لها دولار واحد من كل برميل نفط تعطي العوائل الشهداء استحقاقاتهم القانونية اللي هي شنو 50 مليون. 50 مليون شنو قيمتها؟ لا ومقابل التضحية اللي قدمها. التضحية اللي قدمها صح. ومن المعيب أن يتأخر عائلة الشهيد لا أعطيته قطع أراضي جيد. أنا أتمنى من محافظ بغداد ما أريد 50 مليون، أعطينا قطع أراضي جيدة وبها خدمات. صحيح. أعطينا قطعة أرض بها خدمات أرد أبني. أرد أقعد وأسكت. صح. أريد أقعد أرد الوطن. اللي حامل وطن واللي دافع عن وطن ما عنده بها وطن. هاي الجمهورية الإسلامية عندهم وزارة الشهداء، وزارة. تحياتي يعني لكل ناس تقدر شهداء وجرحى لأن هاي أمة حية. الأمة الحية التي تقدر وتكرم شهداءها وجرحاها. احنا اليوم بالعراق بلد الشهداء. بدل البلد اللي يقطعر وعد التضحيات. وماكو منافس لهالبلد هذا بالتضحيات لكن للأسف التخصيصات المالية ترويج للشهادة عندنا هذا قانون تخليد التضحية المادة 7 3 تتولى وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادي تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المناهج اي لغرض مساواة الفكر التكفير والحديث عن الحقيقة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الإرهابية لجزء من أراضي الوطن والبطولات التي سطرها أبناء الشعب العراقي هاي الأبطال اللي سطروا هاي الملاحم هاي التضحيات المفروض توثق توثق وتكتب صح. أسماءهم وتضع تماثيل احنا وين احنا وين هاي عنا وين وزارة التربية وين وزارة التعليم العالي بهذا الشيء بهذا الموضوع احنا اليوم مطالبين بهذا الموضوع الدراس وكذلك بناء مدارس باسم الشهداء اللي ضحوا اكون كل مدارس العوائل الشهداء والجرحى ابنائهم لان اليوم الشهيد اليوم ابناء امانه الله بعناقهم جميع المسؤولين الشهيد اعطى ما اعطى بقت عائلته تكريم الشهاده بذويه هاي الجمهوريه الاسلاميه في ايران شوف قانون مؤسسه الشهداء رئيس الجمهوريه رئيس المحكمه الاتحاديه اعضاء مجلس رعايه في داخل مؤسسه الشهداء احنا اليوم مؤسسة الشهداء اكو مجلس رعاية بيها ما بيه مجلس رعاية كن مجلس الرعاية يتولى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء مجلس رعاية حتى القانون المطبقة جهة يعاقب احنا اليوم احنا البلد اللي يطيش تضحيات تبقى عائلته تناشد الطالب يعني شيء غير معقول يعني اخي واحد ما يريد يتكلم هم مرارة يعني كان يدقون على الباب تعال اخذ حقك احنا اليوم كون العائلة الشهيد تكرم بدون ما تجي اكرمهم استحقاقهم القانوني اللي عنده حتى شوف المظلمة اللي على الحشد الشعبي جرحاهم وشهداء اجازات متراكمة ما مطيم لحد الان لحد هسه لحد الان اجازات متراكمة للجرحى وشهداء الحشد الشعبي اللي طلعوا وتقاعد ما مطينهم اجازات متراكمة اللي هي 180 يوم اللي هي 180 يوم هذا حق من حقوقهم هذا أبسط حق من حقوقه ولا شهيد ولا شهيد ولا جريح ماخذ مكافأة إجازات متراكمة هاي اليوم مطلوب على وزارة من الدفاع متابعة هذا الموضوع يعني اليوم مطالبين بهذا الشيء نسوا إحنا نذكرهم ماكو شيء الإنسان ما معصوم من الخطأ الإنسان ما معصوم إحنا نذكرك نقول لك أكو إجازات متراكمة للحشد الشعبي حال بقية القوات الأمنية دفاع داخلية جهاز مكافحة الإرهاب حال الموظف لأنه هو قرار من يعتبر قوات أمنية حال الدفاع والداخلية تمام. يجب إعطاهم إجازات متراكمة هذا حق قانوني لهم زين أكو تعاون حسنا سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سيدة تقول احنا نسعى دائما هناك معرقلات يجيك مسؤول تنفيذي ما يمشي لك حال رئيس الاتقاع السابق أعضاء برلمان لجان الشكلات رئيس الوزراء وزراء أكو تعاون لو ما تعاون والله احنا تعاوننا وفاتحين باب من أي جهة وأي يعني ده تحدث عفو سائل من البداية إلى الآن يعني شنو سابقا كان أبواب مجلس النواب مفتوحة هنا ندخل سابقا يعني امتى اي نخاضر على تخاويل سنين محددة يعني اي نعم اتذكر في سنة 2015 بجرائم داعش اي
كان الله يذكره بالخير الشيخ امام حمودي، تحياتنا اليه ان شاء الله، الله يحفظه، كان نائب رئيس مجلس النواب. قدمنا له طلب في قبضه شهداء بنت الهدى، معرض الصور. فقدمت له طلب، قلت له شيخنا اريد ندخل وياكم بالمعرض للشهداء والقوات الامنيه والحج الشعبي. قبل كتب موافق، جبنا الصور ونشرناها وسوينا افلام وثائقيه وسوينا حمله تواقيع عظم شهداء الحج الشعبي على مؤسسه الشهداء وتعديل قانون ضحايا الارهاب. الرجال اول موقعين وانا بالحمله، وعندنا هذا كله مصور مارشف. فصار التوقيع الحمد لله والشكر، ومن بركات هذا المؤتمر صار قانون 57 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية قطاع، في ظرف ضائقة مالية، ظرف العراق ضائقة مالية، صح كان عنده حرب داعش. أحسنتم، داعش والقاعدة كانت العراق في ضائقة مالية، هاي التاريخ بعد يتكلمها. وضفنا شهداء الحشد على مؤسسة الشهداء، لأن كانت بعض الآراء مع الأسف السياسية ما رادت أن تجمد في هذا الموضوع، يعني صار فريقين. أي فأردنا تمشي العجلة، مشينا العجلة، صار قانون مؤسسة الشهداء، تم إضافة الحج الشعبي والدفاع والداخلية، أعطوا امتيازات قانون 57. صار التصويت الحمد لله في ظرف ضائقة مالية، الله سبحانه وتعالى رحمنا من رحمه عوائل الشهداء، وتم تفعيله في سنة 2016 صرف المتراكم. العراق انتصر على داعش، نتيجة شنو؟ أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، في ضائقة مالية. وأنا ذاك مدير هيئة التقاعد الوطنية، تستلم الهوية ينزل لك المتراكم وياك بذاك الزمن، بذاك الزمن بدون تأخير. ممتاز، لا معقبين لا ترقى الراتب، ينزل لك قبل على الماستر كارد، تروح تستلم تنزل لك المتراكم وياك. حسنا وين حسن؟ مجلس النواب صارت تخاويله جدا صعبة، الدخول مالته جدا صعب، لأن أنت اليوم مجلس النواب تحتك وين الشعب، وين الممثلين اللي أصحاب القضية؟ انت اليوم راح تحتك وياهم، تسمع مشاكلهم، راح تصير لك فكره، توصل لك الفكره، توصل لك المشاكل، نحلها. كثير من الامور انحلت سابقا. الان بعض الامور ان شاء الله عندنا باب مؤسسه الشهداء مفتوح، باب هيئه التقاعد الوطني عندنا عمل مشترك معهم، وباقي الجهات مع الاسف ساده بيبانها، مثل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، اللي عندنا الشهداء والجرحى لهم حق الجمع، لكن للاسف الشديد مع قرار المحكمة الاتحادية، مع قرار مجلس الدولة، من حد الآن ما مطبق. زين، الجرحى ذوي الشهداء حقهم هم عليكم، يعني مو بس الشهداء. نعم. العلاج محتاجين، مثلا أكون أصحاب أمراض مزمنة، ممكن صارت أمراض مزمنة بسبب استشهاد الإصابة، ذويهم. أحسنتم. شلون عالجتوا هذا الموضوع؟ عالجنا هذا الموضوع حسب القوانين الموجودة، عندنا قانون 57. إلزام وزارة الصحة علاج ذوي الشهداء داخل نفقتها داخل العراق أو خارجه. للأسف الشديد هذا غير مفعل لحد الآن، نتمنى من ما مفعل؟ ما مفعل، نتمنى الآن. أنت مش عندكم قوانين مفعلة؟ إي يا أخي، شو كلها ما يا قانون أقول لك عليه تقول ما مفعل. قلت لك بس حاسديننا على اسم قانون، لكن من تدخل للأرض الواقع يا أخي، مو عندك قانون أنت تفعله، تروح لل شو اسمه المحكمة وتقول له يا أبا هذا ما قاعد ينفذ شؤون الدولة، تروح له قال يا أبا هذا القانون ما دي يتنفذ، حتى يحاسبون لو أكو لك تضليل. احنا إن شاء الله ساعين في هذا المجال، ساعين في هذا المجال، لأن عندنا العلاج خاصة الشهداء والجرحى واجب على الدولة. عندنا في وزارة الداخلية من نفقاتنا الخاصة يتم علاجنا من نفقات. وزير الصحة متعاون؟ وزير الصحة يعني قابلتوه رحتوا له؟ احنا لحد الان قدمنا له طلب مقابل، لحد الان ما قابلنا، بعد خف قدمنا طلب وننتظر مقابلته، لان عندنا موضوع الاطراف الصناعيه وعندنا موضوع العلاج. وهم دار دسيلك على الاطراف الصناعيه، بما انه انت عندك طرف مفقود، يعني انا عندي موافقه من سنه 2016 علاج خارج العراق لالمانيا، لكن للاسف الشديد ما تم سفر وجبات حينما قدم الوزير السابق محمد الغضبان الله يذكره بالخير استقالته، تغير الى مركز مع الاسف رديء ما سويت الطرف، واللي سوى الاطراف عانوا من عده في هذا المركز الرديء ما سويت، انا عرفته ما سويت زين، لان هذا يحتاج لاطراف ذكيه وشركات خاصه. فالان السيد وزير الداخليه امر باطراف جيده المانيه والحمد لله والشكر، ذهبنا للمركز وخذوا قياساتنا. هاي واحد هسه حاليا؟ نعم نعم حاليا، كل جميع القوات الامنيه الداخلية اللي على نفقتنا الخاصة اللي من رواتبنا صندوق الشهداء والاشتراك مال الضمان الصحي
مشكور مدير خدمات الصحية العميد حسين شريمخ بهذا المجال اللي قاعد حقيقة يعني أدى دور كبير جدا بهذا المجال. والبقية العوال باقي المواضيع يعني الشهداء والجرحى دي يسافرونهم خارج العراق الشهداء يعني أكو عمليات هي أكو عمليات خارج العراق بأمر من الوزير الداخلي بهذا الشيء. لكن المدنيين مع الأسف على دور وزارة الصحة أن تتخذ إجراءاتها القانونية وتساهم بفرحة أو علاج الشهداء وكذلك بناء المراكز الشهداء. أي نعم. بناء مراكز نعم. ما عندنا مركز الإصابات الحبل الشوكي الإصابات الإصابات الخطيرة الحشد سوى أعتقد بالبصرة القصور البصرة مال الحبل يعني إحنا يعني تعرف هذا إذا مصاب يروح البصرة يتدمر صح في بغداد أكيد في جانب الكرخ تمام جانب الكرخ عندنا معمل أطراف صناعية مكانه جدا تعبان في منطقة الشعلة اكو مركز يعني مال كارونا بحي الجهات اردنا هذا المركز يتحول بالاطراف الصناعية لان مكان كبير وزين لان ذول هؤلاء عندهم خبرات وعندهم اختصاص حتى يبدعون بعملهم يسوون اطراف صناعية في هذا الجانب يسمعنا وزير الصحة بهذا المجال زين جيد يعني بهاي الحالة اكو تفاعل نسبي التفاعل النسبي احنا نريده بعد اكثر اكيد اريده اكثر لان احنا هاي لولا تضحيات هؤلاء المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى مسؤوليه قانونيه ومسؤوليه شرعيه واخلاقيه تمام انت اليوم شخص تشوفه مضحي يعني حتى هذا البتر من راح منسوي راح يخل عندك توازن راح يصير انزلاقات بجسمك صح. او انحرافات بجسمك فيجب الاسراع بهذا الموضوع علاجهم الراحه النفسيه او النوادي الرياضيه صح. عندنا نادي رياضي من ذوي الاعاقه الحمد لله وشكل الان فريق عكازات لكرة القدم فازوا وفازوا وصعدوا الكاس العالم لا وصعب ذي الاحتياجات دي يفوزون اكثر من الصحة وين اهتمام الدولة بيها ماكو اهتمام بالدولة احنا كذلك ندعو السيد وزير الشباب والرياضة اهتمام بهذه الشريحة متابعتها حل المواضيع المتعلقة عندنا نادي رياضي اللي نسوي منطقة الشعلة عندنا قاعد نريد مساعدته بهذا الموضوع نريد هاي الطاقات اللي عندهم نريد نظهرها صح هاي طاقات عندنا طاقات جدا يعني كم جرحى تقريبا ببغداد يعني هي جرحى القوات الأمنية القوات الأمنية حسب الإصابات اللي عندنا يعني تقريبا ما يقارب فوق 10,000 بغداد بس هي بغداد أكثر ماتين اندفاع داخلية حشيد هاي يعني بس ظروف داعش وغيره اي من 2003 الى الآن عدد كبير بصراحة عدد اذا ما يجد الاهتمام العدد راح يزيد اكثر اكيد اذا ما تفاقم حاله تفاقم الحاله اللي صارت احسنت احنا كون اليوم يعني عندك اليوم احد الحالات النفسيه احد ذوي الشهداء مقدمين بالمحافظات على قطع اراضي يعني تعرف بغداد ما بيها فالقانون اجاز للشهيد والمصاب في قانون مؤسسه الشهداء قانون رقم 2 واجاز للجريح في قانون 57 وللشهيد تقديم في اي محافظه نروح يقدمون للمحافظات يقول لك انت ايش عندك مقدم تروح ما اعطيك انا لا يعني هذا الكلام من محافظ او عدم اعطاء قطع الاراضي لهذه الشريحه هذا الاهمال انا اطلب رئيس الوزراء باصدار كتاب لكل المحافظات اي عائله شهيد او جريح تقدم في اي محافظه تريد يجب على المحافظ الاولويه باعطاء قطع الاراضي في مناطق جيده حسب قانون تقليد التضحيه المادة 7-4 أن تتولى وزارة المالية الاتحادية والإعمار والإسكان العامة الاتحادية وأمانة بغداد والمحافظات والجهات المعنية الأخرى تنفيذ أحكام المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية رقم 20/2009 المعدل خلال فترة لا تزيد عن 90 يوم صار لهم سنين يقدمون وما نطيهم قطع أراضي والله أمشي أبناء محافظتي على عيني وعلى رأسي هذا من ضحى للعراق ولد المحافظة وحده كل العراق. ضحى لكل العراق صح. فأنا نداء لكل المحافظين أنا ما أريد أحدد حتى متى نحسب علينا يقول هذا يستهدف محافظة دون الأخرى كل المحافظين هلا بذو الشهداء وذو الشهداء أمانة الله بعناكم ويحاسبونكم أمام الله ورسوله الشهداء والجرحى من يقدم على قطعة أرض وين مكان جيد تطوه هذا ضح هذا ضحى بنفسه صحيح. يعني اليوم مو تقول أنا ما أعطيك والله أنا ابناء محافظتي ما مكمل أشوف العذر مع الأسف العذر لا أخلاق أنا أسميه أنت من تشوف جريح تقرأ نسبة العجز مالته 100% 90% شوف عائلة شهيد الأولى من عندك مراعاتهم أحسنت صح
شنو قانون مشكلة قانون؟ سؤال أخير هذا، شو أسئلة بصراحة هواي لكن خلص وقت البرنامج، لكن أريد نستعلم على قانون 51 خدمة تقاعد قوى الأمن الداخلي. قصدك المادة 51 مادة واحد قوى الأمن الداخلي اللي تعطي للمتوفي أثناء الخدمة من جرائها راتب أقرانه اللي بالخدمة. هذا قانون، والقانون حسب المادة 49 يعطي راتب أقرانه اللي بالخدمة، هذا قانون، لا أمر ديوان 107 ولا، هذا قانون، لا جدال، لا اجتهاد بموضوع النص. صار جدال السابق اللي الحمد لله شكرا صدر مجلس الدولة وصار تعديل الإعمام من قبل المدير السابق أحمد السعد أنذاك، لكن إجا أياد محمود مديرها تقاعد خربط الأوليات كليته. فإن شاء الله أمننا بأستاذ ماهر بهذا الشيء، وكو قضية جدا مهمة نتكلمها، قضية 3 جنود أبطال بوزارة الدفاع اللي يتحدوا داعش والقاعدة اللي إصاباتهم جدا بليغة، اللي واحد راح يشيل عبوات ناس فطقت العبوات على عيونه، واحد بالموصل وقع حاون وأدى إلى شلل براسه نسبة العجز ما 90%، واحد بالموصل نسبة العجز ما 80%، حالهم على التقاعد بدون تقديم أي طلب، هو ما مقدم طلب للتقاعد، وهم اعتبرهم على القوات، على القوى الوطنية، لأنه لأن واعتبروهم على الدفاع، والحد الآن مجرد تكييف حالة من 47 أولا إلى 47 سادسا، وهاي يم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومناشدة للرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شاع السوداني استجابة هذا الموضوع، لأن أمورهم قانون وتبنى فتح تحقيق بهذا المجال، لأن ما مقدمين هم تقاعد وسبع سنوات بلا راتب. يا هل يقبل؟ وعجز كلي، وعجز كلي 100% و60% و90%، واحد عيونه رايحة بالبصرة. وحكينا بهذا الموضوع، والخطية الآن حالتهم جدا تعبانة، واحد بطل أبناء من المدرسة، واحد زوجته تاركته، يعني ما نقدر، يعني هاي قصة الأبطال هيك يصير بيهم. فندانا للرئيس الوزراء بهذا الموضوع. أحسنتم أستاذ علي محمد أحياء النائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة، شكرا لجهودك، شكرا لكم، شكرا لتضحيتك، شكرا لما تقدمه، الله يسلمك. وهذا عند الله كبير بالتأكيد، الله يسلمك، سوف تلقاه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وحسن عاقبتكم. الله يسلمك، شكرا، وجزاكم الله على ما تقدموه. الله يسلمك، شكرا لقناة هذه المجاهدة، قناة الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواتهم ويزيدهم إن شاء الله. الله يحفظكم، شكرا جزيلا مرة أخرى، شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، لكل الأخوة مشاهدي قناة الأيام وبرنامج بخدمتكم، نلتقيكم بإذن تعالى الأسبوع القادم في الساعة 9 مساء، ألتقيكم أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله.